وأختي العزباء تكره أمي وخالتي وعمتي وزوجتي. قل لي يا سيدي ماذا أفعل؟ أهل جوز لي أني أنا أدعو الله نجمعني مع زوجي في الجنة بس دون حرية. يعني أنت بتبتلينه في الدنيا وبتبتلينه في الآخرة بعد وراه أنا عندي قط، القط دوت يعني عايز يعني يتزوج بس أنا عنديش إمكانية أن أنا أجيب له قطة. نخطب له نشوف له. لا أنا أجيب لك يا سلام، ونتعاون ونعمل إعلان في الموعظة الحاسمة نجيب له عروسة ما حصلتش. هو أنت متأكدة أنه قط؟ ممكن يكون قطة يا بيت وأنت مش واخدة بالك. عندك حمارة متعلق بها كثيرا. أيوة تعضني وتلحسني. تعضك وتلحسك. هل تبطل الوضوء؟ تبطل الوضوء. أمي لا تتفاهم مع زوجتي وأختي المتزوجة لا تتفاهم مع أمي وتتفاهم مع زوجتي، وخالتي تكره أختي وتحب أمي، وعمتي تحب أختي وتكره زوجتي، وزوجتي تحب أختي وتكره خالتي، وأمي تكره الكل. قل لي يا سيدي ماذا أفعل؟